السؤال ديالي بارك الله فيك السيد، يبلغ من العمر 80 سنة، عنده زحير البول أو سلس البول. شحال في العمر ديال السيد؟ السيد عنده 72 80 عام. 72 وهذه الحالة كتوقع له غير في فصل الشتاء. تينوض 4-5 الخطرات بالليل، خصو ينوض ضروري ديك 4-5 ساعات عاد تينعس، تيكون عنده في الليل بالليل. ما عندوش السكري الحاج؟ لا ما عندوش السكري بارك الله فيك. يعالج على أمراض أخرى؟ لا الحمد لله ما عندوش، عنده غير هاد سلس البول. ملي مشى دار التحاليل على السكر لقى عنده الحمد لله مزيان. نعم ماشي مشكل. سبق له دوز على المساله ديال البول؟ سبق له دوز او لا؟ دوز عند اختصاصي وعطى غير شي مسائل باش يحل، قلتي شي مسائل اللي هما غادي نعم تيكالمي او شي حاجه. عندك الزاحل هذا الشيء اللي كاين، نعم. بغي يدير داك الشيء الطبيعي. نعم واضح. مشكور سي عبد الرزاق على السؤال. كاين سؤال اخر؟ اخر عنده الرجل اليمنى فيها. شكون هذا؟ عنده الرجل اليمنى فيها شويه ديال خصها فيها الام في هذا البرد، في هذه المرحله ديال البرد. اها هذا الشيء اللي كاين اختي. مشكور عبد الرزاق على السؤال ديالك. انا بغيت نطرح السؤال على الدكتور عبيد. انا عندي ضعف النظر. ايه وكل كندير النظر يعني ما يستفش ولا، ولكن دابا كل عام كيتراجع ليا الشوف. نعم. وبغيت نوصلني عند الدكتور. نعم. كتتبعي مع الاخصائي في طب العيون؟ كل مرة كل نعم. عام كنبدل النظر ولكن كل عام كيتراجع ليا. كيتراجع ليك نعم من الاول. نعم واضح. السؤال ديال لطيفة مشكورة عليه من الصويرة. مازال نتلقاو مكالماتكم دائما على الأرقام ديالنا 0522-36-10-36 أو 36-05-36. حسن من أكادير، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. كلشي بخير الحمد لله. كنشكركم على هذا البرنامج، كنشكر الدكتور العلوي. ربي يخليك. مرحبا تفضل. عندكم شي بغيت نسولكم على النخالة ديال الزرع. ايه نلقى صغيرة كل صباح النخالة ديال الزرع مالها؟ واش عندها منافع؟ والسؤال الثاني الماء ديال الحمص كيشربوه حتى هو واش عنده شي منافع؟ وكنشكركم على البرنامج. الماء ديال الحمص واش اللي كتسلقوا فيه أو اللي فقط كيترقد فيه؟ اللي كتسلقوا كي كتشرب هو وسكنجبير واش عنده شي منافع ولا شي أضرار؟ نعم شكرا. واضح السؤال ديال حسن من اكادير مشكور عليه. هادي ديال المية. نعم. الضفر ديالي بقى يتقسم. الضفر كيتقسم لك. عندي واحد 50 سنة وبغيت شي وصفة باش ما تمشيليش الدورة الشهرية. نعم. إذا كان ممكن. واضح. وشكرا. العفو لاله، مشكورة على السؤال ديالك. بالنسبة لحفيظة من مراكش اللي تكلمت على جينكو او زيت السمك كذلك بالنسبه لفاغيس ورجل ديالها، هنايا واش ممكن كاين بدائل بالنسبه لهم على مستوى المفاصل او البروده في المفاصل؟ هو ديما ملي تناخذوا ماده علاجيه خصنا نعتبروا بالاصل تاع الفائده اللي تنقلبوا عليها. نعم. وبالنسبه للجينكو لقينا راسنا على ان عن طريق البصل عسل ماء الثلاثي المعلوم عطى نتائج هائله جدا. خديتي جينكو مزيان، خديتي معدنوز، خديتي بصله ماء مع عسل 7 مرات في النهار يكون افضل. نعم. علاش ديما خذوا الحاجه اللي مالوفه عندكم بغيت تبغيو تلقاوها موجوده؟ خديتي أيه. جينكو لا باس، المهم طبيعي ومفيد. نعم. ثانيا لقينا راسنا على انه عن طريق المعدنوس 100 غرام في النهار تنخوي القنوات الدمويه وتنعاودوا نبنيوهم جداد وتنعاودوا نرجعوا التواصل. اي تواصل هرموني ممتاز، التوازن الهرموني وحتى القنوات حتى بغيت نعني الغدد لي غلوند كلهم تعاودوا يشتغلوا بشكل جميل. ثلاثه بالاضافه الى ماء بصل عسل واحد، اثنين معدنوس 100 غرام، زيت زيتون على الريق، كلهم تيعطي واحد النشاط ومتوازن للجسم وكيعاودوا يبنيو. الناس ما فهموش علاش من بعد 3 شهور المفاصل براو بواحد النسبه ديال 30% ارتروز ولا ارتريت التهاب او تمزق ديال 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 او خشونه او غير. نعم. ولقينا راسنا على انه القنوات الدمويه تطلع جديده ولي فاريز تينقصوا بواحد الشكل كبير. نعم. دليل نعم. على انه الجسم كله تيستافد افيك اون بون هوموجينيزاسيون، الجسم كله تيستافد بشكل متوازي، كل نقاط الجسم والفيزيولوجيا ديال تتقاد، الجانب الهرموني تيتقاد، القنوات الدمويه تاخذ نشاطها، وهذا هو اللي بغينا. خديتي زيت كبد السماء مزيان. نعم. ما كاينش ما تضربوش السردين 1 كيلو في النهار. نعم. احنا عادي نبقاو ديما تناخذوا غير اللي مصنع. نعم. مزيان اللي مصنع. نعم. ولكن تعلموا نديرو سكميليات ما بين هادي وهادي ونديرو. نعم. حويجات مزيونين، عندنا السمك موجود ونفتخروا به. حقا دابا السمك طلع في الثمن ديالو نظرا لظروف البحار
سميتو ولكن تكون عندنا بدائل متنوعه وفي التنوع التمتع. التنوع التمتع. جميل هذا. اجي للسؤال الثاني، تكلمت على قرحه المعده. كاينين اشياء اللي نقدروا نديروها باش ما يكونش ذاك الالم ديال القرحه، سيغتو انها كتاخذ مجموعه من الادويه اللي قالت انها ضرهم في المعده ديالها. عقل على بالنسبه لقرحه المعده، الزعتر أيه؟ 4 معالق صغيره مع شويه الماء صفيه ودير مع العسل، غرغروا وشربوا 7 مرات في اليوم. المهم كذلك الشيح اللي ما عندوش الكبد عيان، قشر الرمان واخا يكون الكبد عيان ماشي مشكل، كيعاودوا يبنيو هادو تيعاودوا يبنيو لانه الخاصيات ديالهم. هذا بالنسبه للرمان، الرمان قشر الرمان او الزعتر او الشيح، غير لك الكبد عيان خذوا قشر الرمان افضل. اولا تضبطوا الالتهاب وتايبنيو الغشاء ديال المعده من جديد وجديد. هذا هو الفخر. نعم بالطبيعي، هذا هو الفخر بدون اذى، هذا هو الفخر. كل شيء تستفد، الجسم كله يستفيد. اش لقينا؟ لقينا عصير بطاطا في الاستعجال، عصير بطاطا خضراء على سنتريفيجوز، واشرب مع راسك الكاس الاول، ربع ساعه الكاس الثاني، ربع ساعه الكاس ستناس. هذا كله ستان بونسمون، يعني حتى تنهبطوا الالم حيت كاين ذاك لاسيديتي اللي تطلع ومدام من هنا، لقينا صالة انه تنهدؤوا وتعطيه فرصه بور لا سيكاتريزاسيون ديال ذاك الجروح. ثلاثة اسابيع حتى 3 شهور باي باي لا سيكاتريزاسيون، وتنعالجوا لا غاستريت واحد او لوسار ديستوما جوج، وممكن نعالجوا بهم حتى لا ار سي اش كرون اللي فريمون ولا طالين بهم الدنيا بزاف، لانها لي فاست فود كثروا في الفضاء، المعلبات كثروا والناس مش طريقه في الاكل حتى هي ما بقاتش صحيه. بغيتي تلدد واحد طريف ديال البانيني ولا شي بيتزا مزيونه ولا شي حاجه، لا باس، ولكن ماشي تكون هي القاعده. نعم. ماكله غدا فطور عشاء، وضرب بها وضرب بها الكوتي وضرب بها مع العشاء الصباح ذاك الذا، والانسان ما تبقاش عارف ياكل لا لذه لا ماكله. نعم. لا متعه الحياه. نعم جميل. نمشيو للسؤال ديال السي عبد الرزاق مكناس اللي تكلم على السيد اللي عنده سلاسه البول 78 سنه في العمر ديالو، هنايا سيغتو في هذا الفصل البارد. المرجان اي 7 معلقات في النهار كل ساعتين. طريقه الاستعمال معلقه شربها بوحدها او مع العسل والماء، 3 اسابيع باي باي سلاسه البول. غريب الامر. ثانيا سيغتو في مكناس، مكناس عاصمه الزيتون كيف كنقولوا. طبعا المغرب كله تبارك الله فيه خير خير موجود، وتبارك الله ولات الالاف ولات المئات ديال الهكتارات تتزرع بالزيتون، ولا المغرب كيصدر لاوروبا ولروسيا والاسيا، هذا فخر. دونك هنايا السي عبد الرزاق بالنسبه للسيد اللي عنده سلاسه البول ياخذ معلقه ديال المرجان يشربها مع الماء 7 مرات في النهار لمده 3 اسابيع. ممتاز. والا عصير البصل 20 غرام مع كاس كبير ديال الماء مغلي ومع قد العسل الحره، نبدا بخنو الناس اللي غير هي البصله كيف قلنا حنا بروده الرجال. ولا ولكن هذا غير عنده لا، ولحنا ما كنتكلموش غير على لا بلاتي بلاتي ما كنتكلموش غير على هذا السيد، ولكن كنتكلموا على ناس اخرين اللي كيكون عندهم نفس المشكل باش نعطوا الفائده للجميع. والا نعطيهم المعدنوس والكرفس. ممتاز. نعطيهم الصفتين باش كل واحد يدخلوا مع الماء والعسل ويستعملوهم 7 مرات في اليوم. والا لا ساعة النحل جهه العانه وفي الظهر اسفل الظهر 3 في 4 اللور نهاريا نهار لا مع الودن الحق باش تكون عاود نشاط اجمل وافضل. نعم. من مكناس جاوبنا على السؤال الاول. السؤال الثاني تكلم على الالم ديال المفاصل اللي كيف كنقولوا حنا كينوضوا مع هذا البرد، اشنو نعطيو كنصائح لكاع الناس اللي كيعانيوا من هذا الالم على مستوى المفاصل؟ الام المفاصل 3 الحوايج اساسيين اللي هي اولا تناخذوا زيت زيتون على الريق ديما شهرين قبل ما يدخل الفصل البرد. دابا غيزون دو بلوس تاخذوا من دابا. إذا كان انسان عنده طونسيون عادي نعم يرقد فيها الثومه 100 غرام وبدا ياخذ 3 معالقات على الريق ساعتين قبل الافطار، نتائج متميزه. علاش؟ لانه تنقوي القنوات الدمويه، تنقيوها وتنرفعوا من الاكسجيناسيون ديال الجسم. الاكسجين سي لونتي انفلاماتوار طبيعي عادي متميز. ثانيا تناخذوا زيت الزيتون تنرقدوا فيها سكينجبير مثلا 50 غرام نعم. الحرور 50 غرام والابزار 50 غرام في اترو. اذا كانت حايله يكون افضل. عاود لي الوصفه. 50 غرام سكينجبير ايوه 50 غرام حرور يعني الفلفل السودانية الفلفله حمراء حره والابزار نعم 50 غرام ترقدوهم تنديروا بهم هذه المفاصل، ولكن بشرط نكونوا في البيت باش ما يضربناش البرد. ثاني حاجه نتفقوا على واحد النقطه ملي كنقولوا الابزار سكنجبير والسودانيه هادو فعلا كلهم سخان باش انك تدهنهم على مستوى ديال المفاصل ديالك اولا الركبه بالاخص فهما سخان. هنا واش يقدروا يديروها كاع الناس اللي عندهم الالم على مستوى المفاصل ديالهم، اولا كاين نوعيه اللي عندهم امراض اخرى ما خاصهمش يديروها؟
انا ما عنديش عريض لاي كل يقدروا يستعملوها حسب 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 الناس اللي دازوا عندي. نعم لي زيبر طوندو نقدروا ناخذوا مشروع ديال الاحتياط. نعم ايوا بيديروا ثلاثه يديروا واحد فيهم او نديروا زيت الثلج. ممتاز. او الثلج او الزعتر. نعم هادو بوحديتهم الثلج او الزعتر بوحدو بلا ما نخلطوا مع شي حاجه واخا. ولكن ولكن حاليا ما عنديش مشكل مع الناس الاخرين اللي ايبر طوندو حتى اللي عندهم مشكل الكبد. أيه؟ ما عنديش مشكل. ممتاز. رغم انه هذه مواد تقدر تدخل الجسم ويستفد منها الجسم بشكل معين. نعم. لكن باب الاحتياط حنا ناخذ غير زيت حايله بوحدها او مع الثومه يلا باش نرتاحوا. مزيان نحيدوا. مزيان سؤال هائل. نعم. متميز. نعم. ثانيا لقينا راسنا على انه لسعة النحل خاصه مهمه. فقط نديروا لسعة النحل بالعدد اللي غيكفينا واللي نقدوا عليه دونك اون توليرونس معنا واحد التحمل معين نديروا وحده جوج حتى نعرفوا شنو. لقينا راسنا على انه ذاك النحل ميت تنشدوا تنديروا في قرعه دجاج كبيره. نعم. وتنكبوا عليه ايدرو زيت العود يبقى سيمانه جوج ثلاثه ذاك النحل اللي لسعناه نيت. كناخذوا هذاك نيت ذاك الميت بلا ما نكفنوه بلا ما نغسلوه واخا تنديروه نكبوا عليه زيت الزيتون ايدرو. ولقينا راسنا على انه ذاك الزيت هائل متميز في لي روماتيزم. مزيان. فهذا بسيط سهل وعطينا كثير الناس اللي عندهم تساقط الشعر طلع الشعر. نو دونك هنايا غير باش نتعلموا الشعر مع ما دهنوا داروا لشعرهم. واش تكمله يعني انا خاصنا نعملوا ذاك لساعه النحل اول شيء عاد باش نضيفوا الوصفه ديال النحل اللي كنا نديروا غير الاخر غير الزيت مرقد. اذا فالناس اللي في اوروبا هذه بشاره الناس اللي في اوروبا اللي ما تيقدوش يقرصوا يوميا نظرا لي زابيكولتور بعادين عليهم. نعم. مربي نحل بعادين او تيكونوا في المدينه امور صعيبه يقدروا يوجدوا حتى العائلات اللي هنايا داخل المغرب عندهم ولادهم برا تيخصهم يقرصوا بالنحل تبارك الله في اوروبا تيقرصوا ما شاء الله عليه وحتى في امريكا. نعم. نوجدوا لهم حنا هاد حفنه كبيره ديال النحل ميت كبوا عليه زيت الزيتون في قرعه الدجاج المقفول وناخذوا له ذاك الزيت من بعد 3-4 سمان متميز جدا عندي كرويين دوليين حرفيين نعطيهم صحه تيستعملوا هذا الاسلوب طريقه اخرى. الدهن دائما غير الدهن سواء الشعر او الدهن كيفاش كنحتفظوا به مثلا واش كتخليها في بلاصه اللي ما كيكونش داخلها الضوء او لا فقط عادي ضروري يعني حفينه ديال النحل يكون ميت بعيد من الحراره وبعيد من وبعيد من الرطوبه. نعم حتى كياخذ ثلاثه سيمانات فقط سمان ما كنصفيوهش كنخليو دائما ذاك النحل نصفيو وكنبداو نستعملوا ذاك الزيت وذاك النحل نطحنوه نديروه مع المعدنوس ونربطوا على الركيبات مره اخرى. اذا ثلاثه المصاريف حاجه ما تضيع مع الدكتور حبيب العلوي. ممتاز. نعم زوينه هذه. اجي نمشيو للسؤال ديال لطيفه من صويره اللي تكلمت على انها عندها ضعف النظر تكلمت انها كتستعمل النظارات الطبيه كل مره كتعاود تمشي تبدلهم دائما كتلاحظ انه دائما كينقص لها بغات هنا وصفات اللي على الاقل تعاود تقوي بها شبكه النظر ديالها. واذا عرفنا الضعف ديال العينين منين جاي غادي نقعد نعرفوا نعطيو وصفه ممكن شويه سيبلي. نعم مباشره فقط انه في هذه الحاله اللي ننصح هو لساعه النحل بجنبات العين واحد جوج اليوم هنا جوج وغدا جوج فوق الحجبان مزيان نهاريا نهار لا اليمين واليسار بالطبع. ثانيا ممكن انه نستعملوا قد تنحكوا شويه البصله تنخلطوا مع شويه الماء مغلي ونصفيه وتنقطروا في العينين جوج ثلاثه القطيرات في كل مره ثلاثه المرات في النهار. اذا ثلاثه في ثلاثه 9 ديال القطرات كل مره تنديروا ثلاثه القطرات. نعم. اذا ثلاثه المرات في النهار وتنطحنوا شويه المعدنوس من بعد ما نغسلوه ونقيوه نديروا كماده فوق العينين. هذا هو كيحيد ذاك الاجهاد اللي كيكون على العين. الناس عالجوا التونسيون في العينين الناس ريح لهم العينين بذاك العياء. نعم. الناس عالجوا لهم ذاك لوفييت لي لا يوفييت هو ذاك الشيخوخه ولا كذا لا لوفييت يجي نتيجه امراض المناعه. نعم. اما نادي اوتو ايمين اما اللي كضرب لنا الشبكه او غير لا تجي اما من البهجات ام لا سبوند ام لي ريماتويد يقدر يجي من لا ساركيدوز يقدر يجي من امراض مناعيه اخرى فالناس احيانا ما تعرفوش كيف يتعاملوا معاه. فهذا الاسلوب عطى نتائج لساعه النحل خمسة نحلات نهاريا نهار لا. نعم. وتنقطروا البصله مع المها مغليه بعد ما تنصفيوها وتنستعملوا معدنوس كماده هذا كاسلوب اولي هذا الثلاثي المعلوم. كاين راسنا كاين مواد اخرى ممكن نطوروها من بعد في بيت القصيد ان هذا اسلوب كافي باش نقدروا نحسنوا بنظره العين. البعض دازوا عندنا في ولايه التيمه في هذه الجمعه وستبارك الله اكثر من 7 الحالات. نعم. اللي تحسنوا في العوينات ديالهم وهذا دليل على انه الطرق بسيطه والاغرب الناس يتنقلوها حيت طبيعيه اكيد تتنقلوها حيت مالوفه تتنقلوها بطريقه ميسره ولكن بقات لا فريكونس الوتيره اللي الناس خصهم يحسنوا منها وتكون امور مضبوطه ومضبوطه ومتقه حتى يبقى التعميم على مدى الزمان.
نعم. شو السؤال ديال حسن من اكادير اللي تكلم على النخاله ديال الزرع، واش عندها منافع؟ 75% ديال المنافع اللي كاينه في القمح كاينه في النخاله. اذا انت يا خديتي ثلاثه الاربع، خليتينا الخمس. نعم. ديما بقاو خماسه. نعم. حنا غادي ناخذوا 75% هي في النخاله. لا سيرتو كاين بزاف الناس اللي ولاو كيمشيو انهم كياخذوا الدقيق الكامل او الحديد. نعم. الحديد والمعادن كلها كاينه دابا في النخاله، والناس ياخذوا الطحين بوحده. نعم. والغريب هو انه حتى الناس يطحنوا الطحين ديال العام. نعم. حنا الطحين ديال ثلاثه الاسابيع ونعاودوا نجددوا الطحين حتى ما نضيعوش الفوائد اللي كانت كتكون فيه. والنخاله نخليوها الطحين ونستعملها استعمال، وتلاحظوا كل اللي تيستعملوا النخاله باي باي المشاكل المصارن ولي غاز ولا كونستيباسيون. هنايا النخاله بوحديتها الانسان اللي كيبغي يعزلها بوحديتها اشنو المنافع ديالها بوحدها؟ غادي تطلع الشعر. نعم. وتقوي البشره وتقوي العظيمات، مزيانه لها شاشات العظام. ممتاز. بالنسبه للماء ديال السليق ديال الحمص، واش عنده منافع مع الاستعمال ديال المسك الجبير؟ عنده فوائد كثيره، حيت فيه في املاح معدنيه. نعم. وفيه مجموعه من الفوائد، فقط الا رقدتيه بوحده بحال تترقد الحمص للحريره. أيه؟ الماء ديالو غيكون افيد احسن من طيبتيه. اما اذا سلقتيه شويه ودرتي له شويه ديال السكينجبير والقرفه، هذا مزيان العرسان باش يكون ديما التنشيط والتقويه والحيويه. دونك انا ياخذوه في كلتا الحالتين، سواء مرقد غير بوحديته سواء انه مسلوق. نعم. عنده فائده لي كبيره على الصحه ديال الانسان. موجود ومهم. مزيان. اجي نمشيو للسؤال ديال فاطمه المجده اللي تكلمت على الضفر ديال يديها. دائما كيتقسم لها. هو ما تاكلش معدنوس كفايه. نعم. واحد الهشاشه ديال الاظافر. قلت تاكل معدنوس كفايه 100 غرام، وتاكل الكرافوس والليشو والبورو مهمين جدا. نعم. علاش؟ الكالسيفيكاسيون عندها ضعيفه، ليس فقط حتى توزيع الكالسيوم على الجسم تيكون ضعيف. اييه. اذا تنشيط الكبد، تنشيط الكلى، تنشيط الغده، ومراقبه التحاليل ديالهم مهمين جدا. ثانيا لابد من طبيب تكون تثق فيه، تجلس معاه يراقب لك الغده ويثبتك عند صاحبه اللي غادي يتهلا فيك، يعطيك دي كونت روندو، يراقب لك الكبد، يراقب لك الكلى، اون ايكوغرافي مزيانه. هذوك مرحله اولى، ثم التحاليل. ثالثه لقينا الناس كلهم اللي تياكل قطني عندهم ضفر صحيح. ايوه. واخا؟ ثم ثالثه لقينا البصل ماء عسل ثلاثي المعلوم 7 مرات في اليوم 3 شهور تيطلع ضفر جديد. ممتاز. دليل على انه الى نشطنا الكبد والكلى بطريقه صحيحه، لا تيغويد، وهذو محور الوصفه محوريه في العلاج ديالهم، لقينا اعاده التنشيط مهم، ولقينا كذلك اللحوم تضعف الضفر. نعم. اذا كثرت الاكل اللحوم بعدوا منه، اخذوا بالقياس، اخذوا البلدي، اخذوا بطريقه متزنه. نوازنوا التغذيه ديالنا. نحاولوا نوازنوا. حيت لا فيزيولوجي دو كالسيوم او الكالسيوم اللي تناكلوا اللحوم، الجسم تيشدوا لعمليه الهضم وتمشي وتضعف القنوات الدمويه. بالعكس الى حيدنا الحيواني تنقوي القنوات الدمويه وتنقوي العظيمات، الى فيزيولوجي دو كالسيوم تتكون متزنه. نعم. والضفر تطلع والشعر تطلع صحيح والبشره تكون متزنه، وهكذا تنعالجوا. اذا فكل حاجه تتمشي بالميزان. نعم. ولينا تناكل اللحوم بزاف وسيئه النوعيه. نعم. اذا نحاولوا نطلعوا من النوعيه ونقللوا من الكميه غيكون افضل. نعم. اخر سؤال بالنسبه ديال فاطمه ب 50 سنه حاليا، تكلمت انه واش كاين شي وصفات اللي تقدر يعني تاخر انها تمشي عليها الدوره الشهريه؟ اولا تنصحوا بتحيد الحيواني 100%. ايوه. وتكتمل المعدنوس كرافس برو باش ينقيو الجهاز التناسلي، وتاخذ لك البصله ماء عسل زكوم كيلو، تاخذ معلقه كبيره عصير بصله 2 معلقات كبار، مع مغلي 150 غرام 7 مرات 3 شهور في العام. نعم. تتاخر الدوره الشهريه. ممتاز.